قضى 14 مدنيا وأصيب نحو 15 آخرين في غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات الروسية ليلة أمس الأحد، استهدفت مدن وبلدات ريف إدلب، وفق ما ذكر مراسل أخبار الآن في إدلب. في شرق إدلب تعرضت سيارتين لنقل الوقود للقصف من قبل الطائرات الروسية، مما أدى لإشعال حرائق ضخمة على أوتوستراد حلب دمشق، مما دعا فرق الدفاع المدني للحضور وإخماد الحرائق المندلعة، حيث اقتصرت الأضرار على المدنيين.